نضيف نور أو أن احنا نبص دايما على نماذج من المجتمع المصري بتحاول دايما تقدم وعي أو بتحاول دايما توصلنا لفكرة أن احنا لا احنا عايزين نفهم احنا إيه اللي بيدور حوالينا ونفهم إيه اللي بيدور في بلدنا. وعشان كده إحدى جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية هي جائزة الوعي، جائزة اللي بتقدمها وزارة الثقافة المصرية. وزارة الثقافة المصرية، تمام بالظبط، وزارة الثقافة المصرية في دعم الوعي يعني، تمام. والنهارده على فكرة برضو معانا نموذج من النماذج اللي هي بتكون يعني ماشية في هذا الإطار بشكل كويس، يعني معانا نموذج مهم جدا وكان يعني بقاله فترة طويلة يعني ماشي في هذا الإطار، إطار نشر الوعي، لكن لحد ما أو يعني لكن مؤخرا يعني حاز على جائزة الدولة التشجيعية في فئة الثقافة العلمية، ودي جائزة مهمة جدا أو جائزة يعني مش أي حد ممكن إن هو يحصل عليها يعني. فبنحب إن احنا نرحب بحضرتك يعني دكتور حسام الدمراني، مرحب بحضرتك معانا. الله يخليك يا استاذ مايكل، متشكر جدا لحضرتك، وهي جائزة حضرتك وجائزة الاستاذة يوستينا طبعا، وانا بهديها لكل زملائنا ما وراء الكاميرا والقناة المحترمة الوطنية سي تي في، ومتشكر جدا للاستضافة والاحتفاء والف شكر يا فندم. يعني احنا سعداء جدا بتشريف حضرتك لينا بعد حصولك على الجائزه، وبنهنيك طبعا يا دكتور في البدايه بالجائزه الكبيره في فئه كمان مميزه جدا، الثقافه العلميه. والمصطلح يعني ممكن يكون البعض كمان مش واضح ليه، ولكن في البدايه قول لنا عن شعورك بعد ما عرفت ان انت بتتلقى جائزه كبيره جدا من الدوله المصريه. اقول لحضرتك، هو انت لما تتخرج 2005 وتشتغل فتجيلك جايزه في 2022 بعد 17 سنه صحافه، وبعد او يعني واحنا ماشيين في رحله البحث العلمي 10 سنوات في جامعه القاهره، وما بين اساتذتك وما بين رحله البحث عن العلم والوعي والفكر، ما فيش احلى من ان انت في نص الرحله دي يعني، او في بدايه نقول في بدايتها، ان لسه ان شاء الله المشوار والعطاءات والسمات كبيره، ما فيش احلى يا فندم من ان انت دولتك تحتفي بيك. اكيد. وده انا بعتبره يعني جائزه الدوله التشجيعيه، انا بعتبرها بجد بكل امانه يعني هي وسام على صدر اي يعني اي باحث، اي صحفي، اي حد عنده مشروع حقيقي هدفه الاساسي هو ان انت تقدم تصور ثقافي طول الوقت بيحس على مساله ان احنا جماعه موجودين في بلد تاريخها بيمتد لالاف السنوات، موجودين في بلد فيها اساتذه كبار تعلمنا منهم وما زلنا بنتعلم منهم، بلد بتضم الجميع، بلد ضمت كل الثقافات والاديان والحضارات واللغات. فمفيش اجمل من ان انت تحس ان بلدك بتقول لك متشكرين حتى لو في جائزه رمزيه. فبكل بساطه يعني انا بعتبرها وسام حقيقي على صدر اي حد حاصل على جائزه الدوله التشجيعيه، وبدايه كمان ان انت يعني تتحمس بشكل كبير ان انت تعمل شغل كويس ونوعي يليق بالدوله المصريه ويليق باهلنا وناسنا ويليق بمجتمعنا المصري العظيم الحضاري. ويعني انا بهدي الجائزه دي، ودايما يعني في كل اللقاءات والاحتفاء يعني من ساعه ما تم الاعلان لغايه دلوقتي ومنهم حضراتكم، يعني مساله الاحتفاء ان زمايلك واساتذتك في الجامعه في كليه الاعلام بيحتفوا بيك، ده يخليك يعني بتبقى مسؤول اكتر في اللي جاي، ده يخليك كمان ان انت تبقى شايف ان انت لازم تقدم حاجه زي ما بقول لحضراتكم فعلا تليق بالدوله المصريه، حاجه فعلا يعني بشكل اضافه علميه و يعني وحضاريه. انا يعني اكيد طبعا يعني انا حاولت ان انا اوصف لحضرتك يعني اصلا، او حاولت اوصف لسادة المشاهدين يعني اهميه جائزه دي عامله ازاي في الاول، فما عرفتش اصلا لاقي كلام يوصف كل هذا الكلام اللي حضرتك بتحاول تقوله دلوقتي. هي وسام يعني انا بهديها لحضرتك وللقناه المحترمه الوطنيه، وبهديها لكل اساتذتنا، وبهديها يا فندم بجد والله لكل انسان مخلص عنده مشروع بيشتغل عليه ثقافي وفكري تعليمي توعوي للناس في ظرف تاريخ الدوله بتشهد فيه تحولات حتى على مستوى المفاهيم، بتشهد فيه ان انت تطلع تلاقي يعني راس القياده السياسيه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني بيقدم مجموعه من الرسائل بتحس على مساله استعاده الشخصيه المصريه، استعاده الهويه المصريه، استعاده المشروع الحضاري اللي احنا للاسف في فتره عدت على مصر يمكن تراجعنا حتى على مستوى اللغه واللهجه والذوق العام والثقافه والفكر. احنا نحاول نقوم كلنا مع بعض في مجال الصحافه والاعلام والدراسات والابحاث، نحاول نستنهض الصحوه الفكريه دي والمجتمعيه
في توقيت البلد فعلا محتاجه فيه كل كلمه وكل مشروع وكل بحث وكل دراسه مخلصه يعني مش يعني مش يعني بتحتاج من وراء اي عائد او كده. هو العائد والوسام ان بلدك تكرمك، العائد والوسام ان الناس تستقبل شغلك وسماتك بشكل كويس. دكتور طيب يعني ممكن حضرتك بقى تكلمنا عن كتابك الفائز، يعني الكتاب اللي هو الثقافه المصريه والتحول الرقمي مصر 2030. نعم. حتى كلمنا اكتر عن الكتاب ده وكلمنا من وجهه نظرك برضه هو ليه فاز. هقول لحضرتك، هو انا خدت يعني جت كورونا 2019، العالم بدا يقفل، كان لي انعكاساته على اولا مؤسسات الاعمال التجاريه طبعا في المقام الاول، بعد كده لقينا المؤسسات الثقافيه بدات يعني تقفل في حاله الاغلاق، لكن مؤسسات الثقافه الدوليه بالذات والاقليميه والمصريه بدات كمان تبحث عن حلول في تقديم خدماتها والمنتج الثقافي المصري للناس. حضرتك بدات تشوف ان في الاوبرا مثلا اكتر من اوبرا دوليه واقليميه ومصريه بتقدم عروض لايف للناس، وانت قاعد في البيت بتتفرج على اوبرا مثلا او منصات مختلفه قدرت ان هي توصل من خلالها للمواطن المصري. بالظبط في وقت الاغلاق بدات وزاره الثقافه وقطاعاتها وبدا كمان المؤسسات الثقافيه الاهليه ومنظمات المجتمع المدني الثقافيه في العالم تبحث عن نماذج عمل جديده وحلول يعني بالاستفاده من او بتعظم من مساله التحول الرقمي اللي بيحصل يعني بيحدث في العالم الان، من يعني او في تقديم خدمات ثقافيه ومنتج ثقافي يعني بيوصل للناس بشكل كويس، ليه عوائد ايجابيه على البيئه، بيحقق ارباح او اقتصاديات بشكل ايجابي. من هنا انا بدات يا فندم ان انا ابص على التحولات اللي حصلت في المؤسسات الثقافيه العالميه والدوليه، ازاي بدات تستفيد من مساله التحول الرقمي في تقديم المنتج الثقافي والصناعات الثقافيه وخدماتها للجمهور. وبعد كده انتقلت للمؤسسات الثقافيه العربيه، بدات اشوف يعني باعتبار ان حضرتك عارف ان في عدد من الدول العربيه في الوطن العربي فعلا بدات تتحول لمراكز بيانات، تبقى مراكز بيانات رقميه من خلال طبعا تعظيم مساله البنيه التحتيه والاستفاده من تطوير الشبكات الخاصه بقطاع الاتصالات والاستفاده من هذا التطور المهم جدا في القطاع الثقافي. بالنسبة للحالة المصرية أنا بدأت كمان أبص على وزارة الثقافة المصرية بقطاعاتها وعلى المنظمات الثقافية الأهلية والمجتمع المدني، بدأت أشوف بدأوا إزاي يتعاطوا مع هذه الأزمة في ظل جائحة زي ما بقول لحضرتك ألقت بظلالها على كل القطاعات التجارية وغير التجارية. دكتور بدأت كتابة الكتاب ده إمتى بالظبط؟ يعني هل بعد ما نقدر نقول إن إحنا خرجنا شوية من جائحة فيروس كورونا، ولا في ظل وجود الجائحة بدأت تكتب الكتاب؟ هقول لحضرتك، هو إحنا في شهر مارس 19 كانت الأزمة بدأت تشتد يعني ومصر وحالة الإغلاق وهكذا أنا وقتها سافرت يمكن 3 أسابيع، رحت سوهاج، أنا من سوهاج أصلا عشان أصفي ذهني وبتاع، والفكرة جت من هناك يعني وأنا موجود في سوهاج بدأت أفكر. 2019 يعني من مارس 2019 بدأت أفكر في مشروع الكتاب ده، وبدأت أشوف التجارب الدولية فيما يتعلق بالقطاعات الثقافية الدولية إزاي بدأت تستفيد أو يعني تعظم من مسألة المحتوى الرقمي في تقديم الخدمات الثقافية. والمؤسسات الثقافية في الوطن العربي عن طريق وزارة الثقافة أكثر من وزارة الثقافة العربية، وطبعا زي ما قلت لحضرتك وزارة الثقافة المصرية والمؤسسات الأهلية والثقافية المصرية، بدأت أرصد التحولات دي وبدأت أرجع لعدد من الكتاب والخبراء في لجان الثقافة في البرلمان المصري، وحاولت أعمل فصل أخير في الكتاب بنستشر فيه مستقبل الثقافة المصرية في ظل العقد القادم 2020-2030 من خلال رؤاهم وتصوراتهم يعني لما سيحدث من مسألة الاستفادة من التحول الرقمي في قطاع الثقافة خلال 10 سنوات القادمة. تمام. بس هي الفكرة جت من هنا، يعني هو ان انت زي ما بقول لحضرتك دايما بيتقال ان كل من محنة بداخلها منحة، يعني فهو ده السبب ان انت بدأت تتفكر وتبحث باعتبار ان انت كمان صحفي ثقافي محرر ثقافي في المقام الاول وباحث في مجال الاعلام والدراسات الثقافية، وهناك طول الوقت بتشوف على الجامعات الجديد الدولية في مجال الثقافة في مختلف دول العالم. بالظبط كده. فبدأت تترجم ده لكتاب اشتغلته الى حد ما بمنهجية علمية زي ما انت اشتغلت ده في رسالة الماجستير وبتشتغله حاليا في الدكتوراه، ان انت تجمع ما بين الـ الـ الـ
الدراسة اللي قوامها قايم على أسس علمية، وفي نفس الوقت أن أنت تستخدم بعض المفردات والتركيب والجمل البسيطة اللي أقرب للكتابة الصحفية، بحيث أن أنت تقدم عمل يعني يلقى قبول حتى مش فقط يا فندم عند النخبة الثقافية، أنت كمان نفسك توصل ل يعني طلاب الجامعات كل الناس. تمام. يعني كل الناس في مجتمعك إزاي نقدر نستفيد من هذا الكتاب، وازاي بعد شويه ممكن يتخذ هذا الكتاب كمرجع حتى لو يتخذ منه بعض الصفحات يعني من زميل اخر يبدا يستكمل. تمام. عليه او يبني عليه. تمام. فنقدر نعمل زي يعني وحده ابحاث كده جماعيه حتى لو ما نعرفش بعض، جهد مشترك كده بيننا، جهد مشترك بالظبط. طب دكتور يعني حضرتك كنت بتتكلم من شويه برضو ذكرت يعني ان الكتاب هو قايم برضو من ضمن الافكار الموجوده فيه. نعم. هو تجارب دوليه. نعم. ممكن حضرتك برضو تكلمنا على تجربه دوليه يعني حضرتك شايف ان هي مؤثره بشكل او باخر؟ يعني اقول لحضرتك يا استاذ مايكل، هو تحديدا امريكا يعني الولايات المتحده الامريكيه مركزه على مساله ال الموديل الجديده في النماذج الاعمال الجديده في يعني مش في القطاع الثقافي بقدر ما هي يعني مركزه على التحولات الرقميه في الشركات التجاريه، وعلى مساله ازاي تستفيد من مساله الرقمنه في انتاج افكار بتخدم القطاع التجاري. تمام. اللي مهتم بشكل حقيقي بمساله الثقافه والصناعات الثقافيه والتحول الرقمي في قطاع الثقافه هو الاتحاد الاوروبي. يعني الاتحاد الاوروبي بصراحه عنده تجربه كويسه جدا ان بدا يعمل عدد او يطلق عدد من المبادرات للمتاحف التراثيه للمؤسسات الثقافيه المهتمه بالصناعات الثقافيه من خلال الاستفاده من عمليه الرقمنه. فهو الاتحاد الاوروبي مهتم اكتر بمساله الخدمات الثقافيه والصناعات الثقافيه اكتر من الولايات المتحده الامريكيه، يعني من اول بدايه الازمه لغايه يمكن حاليا دلوقتي. بس يعني احنا نقدر نقول ان الاتحاد الاوروبي بدا يعمل جولات داخل المتاحف الكترونيه، لو انت قاعد في مكانك تقدر تشوف المتحف الفلاني وجوله الكترونيه تتجول فيه كانك ماشي ولكن عن طريق الشاشه سواء للموبايل او الكمبيوتر. بالظبط يا فندم. وكمان يعني هم يمكن بس عشان عندهم الـ الـ البنيه التحتيه الرقميه ويعني مستوى التطوير في الخاص بالتكنولوجيا الرقميه عندهم ومساله الشبكات وغيره، هتلاقي ان هم كمان بيعتمدوا على عدد من التقنيات زي مثلا انترنت الاشياء، زي مثلا تقنيات الواقع الافتراضي الواقع المعزز في الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الثقافيه بشكل يعني اقرب للواقع من الدول العربيه ومنها مصر. ونتمنى طبعا ان وزاره الثقافه المصريه والمؤسسات الثقافيه الاهليه او منظمات المجتمع المدني الثقافيه المصريه ان هي بعد شويه مع الجهد الكبير جدا اللي بيقوم به وزاره الاتصالات المصريه نبدا ان شاء الله نستعين بمثل هذه التقنيات في تقديم الخدمات الثقافيه للجمهور المصري. زي ما بقول لحضرتك احنا كمان نهايه السنه مصر تستضيف قمه المناخ. ويهمنا جدا ان احنا نقدم خدمات ثقافيه وصناعات ثقافيه يعني بتحافظ على البيئه وتبقى من حيث الاقتصاديات مربحه ويعني بتحقق عوائد كبيره جدا على صنع القرار الثقافي في مصر بشكل كبير، وكمان تبدا تدي فرصه او مساحه فندم للي هم احنا بنسميهم اللي هم الطبقات الابداعيه الجديده اللي هم الطبقات الابداعيه الجديده اللي هي مصاحبه لمساله التكنولوجيا والرقمنه زي المبرمجين والمصممين وزي المؤثرين في السوشيال ميديا وهكذا. دي فئات مهنيه جديده بدات تفرض نفسها مع الدخول الكبير لعالم التكنولوجيا والتطور الرقمي المتسارع والمتواتر. ولو زي ما بقول لحضرتك كل المؤسسات الثقافية المصرية لو بدأت تعتمد للأسف الفترة الجاية برضو على الموظف التقليدي اللي بيقدم لك الخدمة الثقافية ده هيفضل محلك سر يعني. فاحنا بنأمل ان يبقى في تطوير للكادر البشري. جميل. على الاستفادة من تدريبهم على مسألة التقنيات الجديدة لتقديم محتوى ثقافي يعني اولا بيحافظ على المحتوى الحضاري المصري الهوية المصرية الأم. يبدا يقدمنا يعني يعيد تقديم الثقافه المصريه بشكل كويس زي ما حديث يتلائم مع الواقع الجديد حاليا وكل التكنولوجيا المتطوره. بالزبط. احنا فكره الكتب مثلا المقروءه او المسموعه على وسائل مختلفه موبايل او يعني مختلف الوسائل وتطبيقات كثيره جدا ليها علاقه برضو بالكتب المقروءه او ان احنا ننزل نسخ بي دي اف مثلا من على الانترنت، دي كانت موجوده بقالها سنين طويله قبل فيروس كورونا وقبل جائحه كورونا. مظبوط. ايه الشكل اللي اخده
المحتوى الثقافي الرقمي اللي اختلف بعد جائحة كورونا تحديدا في مصر؟ هو في حالة يعني من النمو يا فندم بتشهدها، يعني تطبيقات الكتب الصوتية. للأسف أنا كنت مقدم حاجة في البرنامج المهني في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وده برنامج مستحدث بيقدم يعني تجارب خاصة بالأفكار الجديدة في مسألة النشر الدولية وهكذا. فشاركت بدراسة كده مبسطة، كنت يعني مجهزة على باور بوينت، وقمت اتكلمت مع الناشرين ومع الخبراء في صناعة النشر يعني اللي كانوا موجودين في الندوة دي في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 يناير اللي فات. وكنت عامل حاجة ان انا يعني راصد اكتر من تطبيق للكتب الصوتية موجودة في مصر، بتقدم كتب PDF وكتب صوتية عربية للقارئ المصري، واكتشفت ان مفيش تطبيق مصري بيقدم الكتب الصوتية بالجودة اللي يعني هو في تطبيقات بس ممكن ما تكونش بجودة حاجات مثلا تانية في الدولية. يعني هو الدولية اللي مستحوذة على الصدارة، استخدام الصدارة للناس وعلى التحميلات بشكل كبير جدا من اليوزر الجمهوري. يعني حضرتك عارف ان احنا كمان المجتمع المصري يعني في نسبة كبيرة جدا من الشباب، يعني ما شاء الله مجتمع غني جدا بالشباب طبعا. والشباب اميل لمسألة التكنولوجيا، وحتى عشان عامل الوقت كمان بدا يعني يستغنى عن الكتاب الورقي او المجلة الورقية، ان هو يسمع على الموبايل في اوقات فراغه او هو بيسوق او في الجيم او غيره. الكتب الصوتيه التاريخيه او مجالات اخرى يعني. ف يعني انا يعني في نهايه العرض ده طلبت من الدكتور هيثم الحاج علي، والفكره دي هتطلع في اطار كتاب الفتره الجايه عن نهايه الكتاب، اللي هي كل المشاركات اللي كانت في البرنامج المهني بما فيها الورقه البسيطه المتواضعه اللي كنت مقدمها عن واقع تطبيقات الكتب الصوتيه العربيه والدوليه باقتصادياتها بقى، بسمات بيئه العمل فيها، بالتشريعات. يعني عملت حاجه كده مبسطه، وقلت ان احنا اتمنى ان يبقى في مبادره كبيره جدا من الهيئه المصريه لعمل الكتاب، اتحاد الناشرين المصريين والمثقفين الغيورين اللي عندهم يعني غيره، ان احنا يبقى عندنا تطبيق كتب صوتيه بيمثل الدوله المصريه. لان واضح لك حاجه، انت لما تيجي تحلل حتى نوعيه الكتب اللي بتقدمها التطبيقات اللي هي اكثر استخداما على اللي اغلبها دوليه موجوده، اقول لحضرتك يعني في سياسه السم في العسل، ان انت بتكتشف ان في بعض الكتب بتقدم افكار معينه مش متناسبه مع مجتمعنا المصري، ودي الخطوره يعني، ده المكمن اللي بتمثله بعض التطبيقات. لكن من حيث الاحترافيه على مستوى يعني مستوى سمات بيئه العمل، اداره المحتوى الثقافي، ترويج الكتب واقتصادياتها وتسويقها، هم بصراحه يعني الناس اكفاء جدا. اتمنى ان احنا يبقى عندنا موديل محترم تطبيق للكتب الصوتيه مصري تطلقه، يعني سواء وزاره الثقافه المصريه او تطلقه احدى المؤسسات. تخيل على فكره ان كان يعني كان في وقت من الاوقات كان فعلا على فكره كان وزاره الثقافه يعني وزاره الشباب والرياضه كان ليهم زي برنامج مشترك بيحاولوا يعملوه في هذا الاطار يعني بالظبط، ولسه يعني هم شغالين فيه يعني. طيب عوده برضو لفكره المؤسسات الثقافيه بالشكل اللي هي موجوده فيه دلوقتي، هو دلوقتي كل الدوله بتتجه نحو فكره التحول الرقمي يعني. هل حضرتك شايف المؤسسات الثقافيه سواء كانت خاصه او سواء كانت حكومه يعني هل ماشيه بخطوات ثابته في مجال التحول الرقمي ده؟ والله احنا يمكن يعني بكل امانه يعني لو احنا عايزين نبدا نصارح نفسنا ونفكر بشكل ايجابي في مرحله زي ما حضرتك هي بتستدعي منا كل عمل مخلص وامين يعني. وده انا ذكرته في الكتاب، ان احنا على اعتاب مرحله تحول رقمي يعني. بدانا نتلقف مساله الشمول المالي لتحول لمفهوم اخر هو الشمول الرقمي في قطاع الثقافه. اتمنى بس ان يبقى في تسارع يعني وتيره اسرع من كل المسؤولين في كل القطاعات، بكل امان ان احنا نبدا فعلا نعمل تحديثات مش شكليه، جوهريه لتطوير القطاع الثقافي المصري. لان بقول لحضرتك ان يعني نحن الان في امس حاجه ليه قوه ناعمه، يعني جه علينا فتره من الفترات مصر اتعرفت بالسينما بتاعتها، مصر اتعرفت بالاغاني بتاعتها، بالشعر بتاعها، بالقصه، بالروايه وهكذا. احنا دلوقتي في امس حاجه لكل انسان مخلص في قطاع ثقافي سواء رسمي او غير رسمي، ان يقدم بامانه تصور جديد ومبتكر، ويدي مساحه للشباب يعني المبتكرين يقدموا افكار جديده، عشان نبدا نضخ دماغ يعني دماء جديده في مؤسساتنا الثقافيه، فنستعيد الحيويه الثقافيه المصريه مره اخرى عشان نقدر يعني القوه الناعمه المصريه تبقى مؤثره. لان حضرتك عارف ان في
الدول يمكن ما عندهاش قوه يعني عسكريه كبيره، او ما عندهاش مثلا قوه اقتصاديه كبيره، ولكن عندها قوه ناعمه من خلال الفنون والثقافه بتقدر توصل للعالم وليها تاثير على العقل الجمعي الدولي مش حتى المحلي. فاحنا دلوقتي في زي ما بقول لحضرتك احنا في امس حاجه لسماع صوت الشباب الجدد، ان يبقى عندنا نماذج جديده في مساله ازاي نبدا يعني نمشي الى جانب التكنولوجيا عشان ما نتخلفش، لان ايقاعها سريع، ونبدا طول الوقت نعتمد على الفكره. يعني الفكره هي ممكن تبدا تحقق لك ارباح كويسه، الفكره ممكن تخلي القطاع او شركتك او حتى لو انت ستارت اب بتعمل حاجه كده ابلكيشنز مثلا بيقدم فكره جديده في الثقافه، محتاج ان انت يعني يلقى كل الدعم وكل الرعايه من الدوله المصريه ومؤسسه الثقافه المصريه. وده يمكن احنا بدانا الحمد لله نتحسسه كمؤشر من خلال جائزه الدوله التشجيعيه. لما حضرتك تبص على كل الاسماء بعيد عننا يعني بعيد عننا، بس بكل امانه كل الاساتذه والزملاء اللي خدوا جائزه الدوله التشجيعيه 2022 وهم من الشباب الافاضل اللي عندهم مشروعات حقيقيه، فعلا كل واحد عنده مشروع في التخصص بتاعه. يعني ودي البدايه ان احنا الدوله المصريه بدات فعلا يعني تدي فرصه لكل واحد عنده مشروع حقيقي في التخصص بتاعه او في المجال بتاعه، وتقول له والله احنا يعني عيننا معاك وبندعمك وبنقول لك متشكرين وتفضل عشان تقدر تتكلم. فدي مساحه طيبه جدا ان احنا ننطلق من جوائز الدولة التشجيعية، منطلق من يعني طول الوقت الرسالة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية ومؤسسة الثقافة المصرية بتقدمها من خلال لقاءات ومؤتمرات طول الوقت يعني متعلقة بمسألة القوة الناعمة المصرية، مسألة استعادة الشخصية المصرية الثقافية والمشروع الحضاري المصري. احنا دلوقتي في أمس الحاجة ليه نقدم الوجه الحضاري الجميل لبلد فعلا ليها فضل علينا كلنا، لبلد يمكن حصل فيها بعض التشويش يعني على مستوى الافكار وعلى الايديولوجيات وغيره، يعني الرهان على الجيل الجديد وعلى الشباب وعلى كل واحد فعلا مخلص لمشروعه في مساله الفكر والوعي والثقافه لمواجهه الافكار الظلاميه والتيارات اللي للاسف هي في حاله عداء مع المجتمع المصري الرائع ده ومع تراثنا الحضاري. يعني ودي نقطة اللي عايز أسأل حضرتك عليها في الدقيقة الأخيرة من فقرتنا، عايز أسأل على فكرة نشر الوعي والثقافة ومع استخدام التحول الرقمي والرقمنة والتكنولوجيا، إزاي نستغل يعني الإمكانيات دي إن احنا نوصل للمواطن البسيط المصري البسيط إن احنا نوصل له الثقافة والوعي؟ هي البداية يعني ان ببساطه انت ممكن تبدا من يعني بالشراكه مع يبقى في يعني شغل بيني يعني بيجمع ما بين اكتر من وزاره، مش ان الوزارات تشتغل بمعزل، بمعنى ان اتمنى وده ممكن موجود بس مش متفاعل بشكل كبير ان يبقى في مثلا وزاره الثقافه المصريه مش مجرد بروتوكولات، يعني بروتوكول بتوقع مع وزاره التربيه والتعليم او وزاره البحث العلمي والتعليم العالي، لا انا اتمنى ان يبقى في دور حقيقي يتجاوز مساله البروتوكول، ان احنا نبدا نحط استراتيجيه بتتماشى مع يعني رؤيه مصر 2030 ويعني والتقديم على مساله التنميه المستدامه اللي بتتبناها الدوله المصريه، ان احنا نتواجد مثلا من خلال عندنا اكثر من 375 مثلا منفذ في الهيئه العامه لصوره الثقافه. اتمنى ان يبقى البدايه من هنا، يعني ان المنافس دي سواء مراكز او بيوت او انديه الثقافه اللي موجوده في كل محافظات مصر 27 محافظه، اتمنى ان يعني يبقى في مش انشطه كرنفاليه مهرجانات او احتفالات بسيطه، يبقى في اشتباك حقيقي مع واقع الناس في القرى والمحافظات تزامنا كمان مع مشروع حياه كريمه اللي هو موجود، فيبقى حضرتك تطلع من قصر الثقافه في ندوه او في فيلم او في مسرحيه حضرتك شفتها انت واسرتك، تطلع تلاقي ان جنبك في كوبري بيتبني وارض زراعيه متخضره بتطلع ثمار. فهي دي يعني هو ده المطلوب الفتره الجايه، ان جنب البنى والاستثمار في البنية التحتية وفي تقديم خدمات للناس، الأهم من الناحية التانية ان انت تستفيد من الانسان وبناء وعي الانسان وعي الانسان. يعني انا اتمنى ان احنا كلنا نقوم بدور في الاعلام وفي الصحافة وفي الجامعة وفي مشروعاتنا البحثية، ان نقدم مشروع يبقى مخلص ومؤمن به المواطن المصري، مش بيتكتب عشان جايزة او مش عمل او كلمة او مقالة بنكتبها علشان
تكريم مثلا ولا حاجه زي تكريم او احتفاء، ومش كمان عشان المواطن في القاهره واسكندريه وبس، لا انت بتكتب بشكل مخلص للمواطن المصري بجميع الوانه وجميع دياناته وجميع اشكاله والحضاره المصريه الكبيره جدا من القاهره لاسوان. يعني انت بتخاطب ده يبقى عندك فعلا مشروع ثقافي وفكري وحضاري، ان انت بتحاول فعلا بكل امانه واخلاص تستعيد الوجه الحضاري للدوله المصريه من خلال الفكر والثقافه ومن خلال ادوارنا بقى يعني في الاعلام وفي الصحافه وفي الجامعات. اكيد طبعا اكيد يعني نتمنى يعني ذلك يعني بشكل كبير جدا، نتمنى ان احنا نوصل لمرحله الوعي دي، ونتمنى يعني طبعا حضرتك برضو تفضل يعني تعمل لنا برضو زي كتب كده كتير يعني وتكون متبني فكره زي فكره التحول الرقمي في المنشات الثقافيه. يعني اقول لحضرتك على حاجه اخيره، انا بعد ما خدت الجائزه كان تم اعلانها يمكن الساعه 3 او كده، بعدها باربع ساعات لقيت الوزيره الدكتوره ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه بيتكلمني على التليفون جملتين باختصار، بتقول لي انا اتمنى ان دي تبقى متراقه دي جوائز تانية، وان انت تكمل شغلك وابحاثك ومشروعاتك البسيطه. هي المساله كده، ان اتمنى ان حضرتك واستاذتنا العزيزه تقوموا بدوركم بشكل كبير جدا هنا في المنصه المحترمه القناه الوطنيه دي، وان انا اقوم بدوري في الجورنال بتاعي وفي جامعتي، وان زميلنا اللي موجود عامل تطبيق ثقافي كامل كلنا في ان احنا نوصل دور الرباعي ده. كلنا كشباب فعلا بنحب البلد دي، مالناش غيرها ومنتمين جدا ليها، وان شاء الله انا متفائل يعني ان شاء الله ان اللي جاي ان شاء الله فعلا هيقودوا الشباب المصري، وهنستعيد الوجه الحضاري للدوله المصريه في الفنون والثقافه والابداع. احنا يعني بنشكر حضرتك جدا جدا دكتور حسام الدمراني الفائز بجائزه الدوله التشجيعيه في الثقافه العلميه، شكرا لحضرتك، حضرتك شرفتنا. الله يخليك. شكرا يا دكتور، بنبارك لك مره تاني. ومشاهدينا بنشكر حضراتكم على متابعتكم لينا النهارده على مدار الحلقه، بكره يجدد لقائنا من الساعه 9 للساعه 11، وتصبحوا على الف خير.